صلاحية أنا الرئيس تأليف الأستاذ يوسف عوف الكاتب الكبير يعني النص عن تيمة أساسية الكاتب روسي اسمه جوجول اسمها تيمة المفتش العام عمل نص اسمه المفتش العام قبل كده أستاذ يوسف عوف عمل نص اسمه اللي ضحك على الحكومة أنا عجبني الفكرة أو عجبني النص وعملناه أنا الرئيس وعملت عليه إعداد اشتغلت عليه عملت أدابتيشن بحيث مواكب للفترة اللي احنا بنشتغل فيها دلوقتي وسميته أنا الرئيس معانا في الأبطال طبعا النجم الفنان سامح حسين بطل عرض المسرحي ومعاه النجمة حنان مطوع ومع الفنان الكوميدي محمد التاجي ومعانا عدد من الكوميديانات المصريين الكبار أستاذ فتحي سعد في رأس السنة كده إن شاء الله ربنا يكرمنا ونفتح العرض إن شاء الله المسرح فعلا في كبوة يعني ما أقدرش أقول إنه هو في انهيار لا في كبوة شديدة لكن إن شاء الله بإذن الله كلنا من أول رئيس البيت فني للمسرح بمديري المسرح كلهم عايزين يرجعوا المسرح تاني والنجوم أنا شايف في نجوم في أساتذة ينزلوا إن شاء الله يعملوا مسرح زي الأستاذ أحمد بدير الأستاذ محمد هنيدي وفي معنا طبعا سامح حسين المسرح بعد قوي بتقنياته وبشكله بقى كأن المسرح متوقف عند فترة معينة اللي هي الستينات وإحنا بقينا في 2014 فما فيش تواصل لازم يبقى فيه تواصل لازم يبقى فيه تحديث لخش المسرح لازم يبقى فيه تحديث في الدعاية لازم يبقى تحديث في كل شيء يعني